شقيقة أحد العالقين في تركيا. أهلا بك يا بسمة. اهلا بحضرتك يا فندم، تحياتي لحضرتك أهلا بيكي. قولي لي وللمستمعين يا بسمة، الكرام. أخوكي فين وكان بيعمل إيه وبيعمل في تركيا إيه؟ اخويا دلوقتي حضرتك هو في اسطنبول، هو مقيم في الكويت وعنده اقامه وعنده وزوجته واولاده في الكويت. هو كان رايح زياره شغل، رايح يجيب بضاعه من اسطنبول، يدوب نزل يومين قفل عليه الطيران، مش عارف لا يتحرك من هناك ولا ينزل مصر ولا يروح الكويت. يعني اخوكي اصلا قاعد ومقيم ومتزوج في الكويت في ورايح الكويت يجيب من بضاعة 2000 من تركيا. في الكويت من 2006 اخويا، واول مره في حياته يروح تركيا. يا ريته ما راح يا بسمة. والله يا ريت، والله قلت له. طيب يا بسمة قولي لي، هو انت تواصلتي مع اخوكي؟ تواصلت معاه، هو طب خليكي يا بسمة والله معايا، محمد معانا على التليفون من اسطنبول، خليكي معايا يا بسمة. محمد. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله. محمد انت تحياتي بتكلمني من لحضرتك. اسطنبول ولا من انقره؟ إيه لا انا موجود في اسطنبول حضرتك. تحكي لي يا محمد ايه ظروف وجودك في اسطنبول؟ والله يا حضرتك انا طالع من الكويت، انا مقيم في الكويت من 2006، لي 14 سنه في الكويت. عندي تجاره يعني اعملها انا وواحد صديق ليا، وكنا دايما بنسافر نجيب شغلنا كله من الصين. فطبعا مع الازمه بتاعت الصين دي اضطرينا ان احنا ننزل تركيا. بعد ما نزلنا تركيا تقريبا بيومين مطار الكويت قفل، ما عرفناش نرجع. بعدها برضو بفتره قليله مطار القاهره قفل، وقاعدين احنا حاليا داخلين على شهر في تركيا. نفس كلام حضرتك ما قلته، بنتواصل مع القنصليه لينا اكثر من 20 يوم، كل الردود اللي بتجي لنا يعني احنا منتظرين رد القاهره، منتظرين رد القاهره. انت محمد خليك مع محمد، انت بتتواصل مع حد من المصريين العالقين؟ يعني قابلتوا بعض هناك؟ حضرتك احنا عاملين جروب كلنا اشتركنا فيه من خلال الصفحه بتاعت القنصليه، يعني عاملين جروب على الواتساب بنطمن نفسنا، ويعني في اي اخبار جديده كلنا بنبعتها على الجروب، وكلنا بنناشد وحاولنا نبعت فيديوهات كتير وحاولنا نتصل بناس كتير في مصر توصل اصواتنا. يعني الوضع بالفعل هنا في تركيا اصبح صعب جدا، احنا كل يوم بننام ونصحى نلاقي 3 4000 حاله اصابه جديده، عدينا اكثر من 30000، البلد كلها قافله، الفنادق قافله، المطاعم قافله، بنعاني في الاكل في الشرب. زي ما حضرتك تكرمت برضو في اطفال هنا محبوسين لوحدهم، في بنات في الجامعات بتدرس اضطروا يمشوهم من السكن عشان يتعمل حجر صحي، ولا معاهم فلوس ولا اماكن. في ناس جايه سياحه، في ناس جايه علاج، في ناس مقيمين هنا ما لهمش دعوه باي شيء بالسياسه، شغلهم وقف وما معهمش فلوس ولا يدفعوا سكن واتطردوا من السكن ولا معهم فلوس ياكلوا. الوضع صعب، احنا النهارده عندنا فوق ال 30000 حاله والبلد مقفوله والفنادق بتقفل. يعني انا في اقل من شهر انا مغير تقريبا 5 أو 6 فنادق، كل يومين ثلاثه بنروح في فندق نقعد يقول لك لا خلاص احنا هنقفل نضطر نمشي. احنا بنلف بالساعه عشان نلاقي اكل، كل المطاعم قافله، كل الكافيهات قافله، كل المحلات قافله. طب محمد خليك احنا معايا. محمد بسمه انت معايا لسه يا بسمه؟ مع حضرتك. طب عايز تقولي حاجه لمحمد او محمد عايز تقول حاجه لبسمه؟ والله انا بقول له ربنا يرجعك لينا ولولادك بالسلامه، ده بس اللي اقدر اقوله يعني. طيب طمني والدتك يا بسمه على محمد. محمد كويس معانا اهو، واحنا ان شاء الله هنوصل يعني دلوقتي هنحاول نتكلم مع الوزيره نبيله مكرم او مع الخارجيه، وان شاء الله باذن الله يعني انا باكد لكم ان مصر مش كلام في الاعلام، والله والله لا تنسى ابنائها في اي مكان. والله احنا عارفين ومقدرين جهود الدوله وعارفين ان الدوله كلها بقياداتها مضغوطه، بس فعليا يا استاذ نشأت الوضع في تركيا اصبح صعب جدا. في ناس كتير من العالقين ما معهاش فلوس فعلا تاكل، في ناس كانت جايه عامله حسابها انها تقعد 5 و6 ايام، داخله النهارده على شهر بدون فلوس وبدون اي حاجه. الوباء بينتشر بسرعه الصاروخ هنا، احنا بس بنناشد يعني الناس تبص، حتى يعني احنا شايلين هم البنات اللي معانا والناس الكبيره في السن، يعني وضعهم فعلا اصبح صعب. في اولاد عندك يا محمد عندهم 16 سنه، يعني مامتهم كانت معايا دلوقتي. ان شاء الله ان شاء الله يا محمد انا بطمنك وانا بطمنك، وان شاء الله باذن الله يعني صوتكم يصل الى يعني من هو معني به هذا الأمر.